السلام عليكم، انا فاران دبي. نهار انت يجي جنها يتريدي شوي الضغط بمناسبة رأس السنة. مش تسلم ربدا دي رأس السنة يتيري شوي نخدمت على حسابي وذا نتيري غاسن لي كوموند خلي طاق خلي بيش مرميني مرميني يجي علاقك اك رأس السنة. ونشين ربدي تري غانا الاقبال على حسب منايا، ولكن عاما يعني يشهد الاقبال واجيبهم شنو قبل جيبوش الاقبال قمت توريت كل شي قيبه الدم. اصلا الاقبال كل عام يطحين قصتو غير شويه بعدا غمزواني هذه 10 سنين من عازم تو شي حاجه، ولكن خوات جيبوش الاقبال الاول لا السن غير يمكن يمكن بالنسبه لشي شان حاجه يمكن الطاسين يوضن واحتفال نش هذه المشان هذه المنطقه النغناضه عاود ربما وضبوا الاجانب الطاس باش انا قد احتفل وغالبا دوات السبب واني غير يمكن حتى يمكن حتى الازمه عاود تيراج الدور ذوقا نهار انا مقاين نو حتى هذه المسائل جان ضروريه عاد يحتفل عاد هذيك. بالنسبه شادي نقول لك هذا العام هذا كنشوف الاقبال ناقص بزاف لحقاش ماشي بحال العامات اللي دازوا قبل كان شويه الاقبال، ولكن هذا العام هذا شويه ناقص الدعوه بالنسبه للعامل ديال التجاره والو بالنسبه للناس الله يحسن العوان ما كاينش سيرتو هنا في النظر ما كاينش شي معامل الانسان اللي يكون خدام باش غادي يكون عنده واحد الدخول باش ياخذ في الشيء اللي طاط في راس العام. بالنسبه شويه كتكون ناقصه الدعوه هذا العام بزاف كاع ماشي كيما العامات اللي دازوا النهار حنا سالينا بكري كنخرجوا حتى ل 9 ل 10 الليل في الايامات ديال راس العام، ولكن هذا العام شويه واه ما كاينش التجاره كيما زعما خبزه في ماربيه اسكوس الاقبال وديبو شنو يعني وسني عدو يتري شويه ضعيف. بالنسبه للاثمنه ما مشت ورا مي شويه زياده، ولكن بالنسبه لنا تصدي السلع في 80 يعني الثمن وين يعني مو سي الحاج تنقرات النسبه تم مزيان طاطا ديال الجودة دوني يعني أحسن من يعدون ما مشت ورا من قبل النوم يعني جن حشت الملاح كنو أصلا زيد تخدم مليتات أصلا يعني عامي كماشي نخدم لي طارت يعني نهار جن حشت نايتيري شوية إقبال زايد خو السنة جن يعدون باش ما نقارن الإقبال نسبوسات وسبوسني يعدون ما نحسبش شنو يسقوا سيعدون يعني جن مستوى تغذي دقري يعني شوات هو ديبو شنو يسقوا شوات، ولكن زي مش توجد الاقبال زي كورونا قبل زي كورونا تاع الدورو يعني ينقص الشغر يعني سوا التصدي ينقصوا يعني عادي وديبو شن حاجت ما مش توا قبل مره اللي تحت خاصني الاقبال مره اللي تحت تيري خاصني الاقبال واه ديني لي بيش التصبي لي بيش معروفين رأس السنة أنا معروفين 25 ذي شهر يتيري خاص الإقبال كتا زي لي موديل اللي تاخد نوني أكو شي صا مرة تيري قام زعما مرة يعني مرة يا زون تاع زون خلي تاخد تقن لي كوموند قبل سوجادن ما راه مهتمين تبانيت كلشي مهتم سراء السنه ماشي يعني نبدا نخدم لي طاخت على دور السنه، ولكن قام دي الليله راس العام يتيري الاقبال الطاس على سا ديبون لا موديل وعلى حساب لي موديل ديني زي 130 درهم 200-250 درهم قاس مرحبا بكم في اي وقت، واتمنى غتستاذو من جن راس السنه ذا سبحان، ونتمنى السنه دي كوانا خاص نتاف ان شاء الله من تمنان من سبحان. فعلا ينقص شويه تغون تقن شي حاجه تكون عام تغي تجي شويه الزغات شي حاجه، ولكن زي الجائحه ينقص الطاس ينقص، ولكن عامه وتجي ينقص واعي بتكون شي هالي غرا الطاس ما يوقعش الزياده الطوق قرات زعما هذه المواد الاوليه اللي نستعمل مرض الحلويات، وثانيا اني غمج الازمه قماري وذن قتعيش انت ماري المجتمع يكمل يتعيش تو خو يمكن حتى وذني مساكين غاني يتجان ضعافين وزمان هذا وين نهار اخو نهار ندير لي طار تقول تقاس 100 درهم اخو نقاس 150 درهم ذي 150 درهم ما يني غير ربما يجن النسبه نبيني في صدام الزين اذا تغنوا من هذه النغاميج لمده اللي طارت 50 درهم 60 70 درهم، ولكن خويا قيم شنو عني الثمن اصلا وان زما وغير السوفور شا
الاغلبيه كاين بالنسبه للشوكولا والكراميل وفاني هما اللي كيكون عليهم اقبال بزاف، ماشي بحال لي طارت الاخرين بالنسبه للسيترون ولا الفريز كيكون شويه عليهم اقبال قليل، ولكن بالنسبه للاغلبيه ديال الشوكولا والكراميل هو اللي كيكون عليهم اقبال. ماشي شي حاجه بالنسبه، ماشي بحال بلايص وحدين اخرين، ولا حنا اصلا كعارفه بالنسبه كدولة اسلاميه الناس ما كيحتفلوش بهاد راس السنه، ماشي بحال الايامات العاديه اللي كيحتفل بالعيد ديالو ولا هادي، فهمتي؟ ديني ودان على حساب ديني ودان تنقل لكم يعني تحتفل يعني عادي ديني ودان النهار تستغرب مني يعني بدون يعني كوموند مني عادي فاميليا سنين تعجب سنين قام انا نقيش المناسبه جارانه. يعني بالنسبه للاثمنه ديني شنو غير بالنسبه للغري ودي نشا واخا غادي نشوت زياده ديال الثمنات، ولكن غير دوني تيلا خو مستوى البنادم يعني الشرائيات تنقص تيتجن بنا ويسيبوج حاجه تيغرا طاس يعني الغالب يودا نستغطي الطرطات شوت متوسط الحجم راه مزيان يعني شنو قبرتو كورونا طيبنا من السوقات الطبقرات يعني على حساب يودا غادي تجن العائلات وين تقول سلا يعني جن مستوى الطرطات يعني عاديين واه من غادي ندير ودان يدوسين صغير فهم نهار شنو ودان صغير نهار يعني بدات تتغنى تعجب سنحال داكون يعني وتجي زعما غير نهار يعني داكون دعامي كبر استغن تنهار يعني وسين كينا تاني يعني الواجب سن صغير نتحف زي سن نحف زي سن نتحف سنية عند غايس نعب زي الساعة دخان على النازم ان شاء الله الله يودي